حنا تقريبا حوالي 80 عامل وعامله كنطالبوا بمستحقاتنا القانونيه اللي كيخولها لنا قانون الشغل فقط، لا نطالب بشي حاجه اللي هي مستحيله ولا شي حاجه اللي هي ما كايناش. حنا المشكل ما بقاش عندنا مع المنتجع كمنتجع، حنا المشكل ولا عندنا مع الجهات اللي تخلات على هاد الناس لسنوات وهما كيشتغلوا في اخر المطاف لقاو راسهم في الشارع كيتفرشوا الكراطن. هاد الجهات بحال مثلا مفتش الشغل، مفتشيه الشغل من 2000 الى الان عندنا ناس من 2002 2003 2001 وهما خدامين هنا بدون حتى شي وثيقه. اذا المسؤول على رمي هاد الناس من يتحمل الوزر وثيقه لهؤلاء العمال؟ 38 يوم من لا مبالاه، 38 يوم وحنا متشردين في الشارع. هاد الشيء نتج عليه اش؟ نتج عليه ان الناس يعني ولات عندنا مشاكل اجتماعيه، كاين الناس اللي وصلوا للطلاق، كاين الناس اللي ترموا بغاو يترموا حوايجهم في الزنقه لان ما عندهمش باش غيخلصوا الكره. حنا كنعرفوا الاسر المغربيه كيفاش راها دايره، وهاد العامل هذا كيمشي كيدخل على دارو حتى شي ما عنده حتى شي درهم. كاين معنا ناس اللي درجه ليكوش ما عندوش باش يشريها لولده. اذا هاد السيد هذا فين غادي يمشي؟ ايوا غدا ولا بعدو راه غادي يتفرق علينا هنايا، ملي حتى شي واحد ما نصفو حتى شي واحد ما سولو، فما تلوموناش الا وقعت شي حاجه. انا الان احمل المسؤوليه بالدرجه الاولى المفتشيه الشغل لان ما قامتش بالدور ديالها. نموذج ديال البهجه الناخل كترمي لينا 80 عامل وعامله للشارع، نموذج ديال موكادور كترمي لينا 700 عامل وعامله للشارع. من يحاسب هؤلاء الناس؟ بركه من هاد الفئه الهشه بركه ما تاكلوا فيها وتنصبوا عليهم وبركه ما كتمصوا الدماء ديالهم. بركه راه يكفي انهم الزمان يعني غالبهم راه ملي كنقولوا عامل راه كيشتغل اليوم، راه الا ما خدمش ما يندغش ما ياكلش، راه الا فطر يقدر ما عندوش باش يتغدى، ولا تغدى يقدر ما عندوش باش يتعشى. بركه من هاد الشيء. حنا كنحبوا بلادنا وكنحبوا مالكنا وبغينا البلاد تزيد لقدام. هاد الناس كاينه اللي خدامه 16 عام 14 عام 10 سنين 8 سنين 6 سنين وبلا بدون وثيقه. هاد الناس كيسالوا رزقهم، كاين اللي كتسال رزقها من 2019، كاين اللي كتسال 2 مليون، كاين اللي كتسال 1.5 مليون، كاين اللي كتسال 100,000، كل واحد شحال كيسال. والنقطة التي افاضت الكأس هي في ثلاث ايام قبل من العيد بداوا هاد الناس كيخلصوا الناس اللي ما تابعينش النقابة، والناس اللي تابعين النقابة صيفطنا مناديب العمال باش يتحاوروا معاهم ثلاث ايام قبل من العيد. قالوا لهم انتم ما كاينينش في اللائحه. تقريبا 80 واحد جينا هنايا باش ندخلوا نتخلصوا في ليله العيد كما وعدتنا السلطه، وكان بحضور مفتي الشغل وبحضور السلطه المحليه وبحضور الممثل الذي جاء يمثل هذه الشركه. توعدنا باش نتخلصوا ليله العيد، ليله العيد حتى تفاجئنا بالله موقفيننا في يدرا ما خدامينش معنا، وقالوا لنا انتم راه عندنا اوامر باش حبسوكم ما تدخلوش. هذا الشيء هو اللي خلى الوقفه، والوقفه اليوم 38 يوم ما كاين حتى شي حوار، ما كاين حتى شي واحد يخرج معنا. المسؤول القانوني في عوادي يخرج للحوار ويتكلم ويحيد هاد فتيل الاحتقان، هاد فتيل الاحتقان من هاد المنطقه السياحيه بامتياز ما كيخرج. المطالب ديالنا حنايا هو مطلب واحد اللي طالبين حنا حاليا، مسطره قانونيه هي اللجنه الاقليميه، ما كنطلبوش شي حاجه، بغينا حنا عاد تطبيق المسطره. انا الان اقول لصاحب هذا المنتجع لا استسلام، لن نستسلم، يعني لا ما غنستسلموش، سنبقى صامدون شاء من شاء وابى من ابى، سنضل وسنبقى صامدين في مكاننا هذا، لاننا فقط وفقط نطالب بمستحقاتنا القانونيه اللي كيخولها لي القانون. والله ان لا نخافكم ولا نخاف ترهيبكم، شوفوا عدمونا قتلونا ديروا اللي بغيتوا، ما كيهمناش، ما بقاش كيهمنا. محكورين ومظلومين من طرف المسؤولين. هاجي الشوف هاجي الحالة يا صاحبي.